كذلك من الاستثناءات ما يتعلق بالنظام العام في الدولة الإسلامية، بمعنى ما يتعلق بالأمن وبحقوق الناس، فإنه في بعض الأحيان يستحسن أن تنظر هذه القضايا بصورة سرية ولا ننظرها بصورة علنية، لما يحدثه ذلك ربما من الأثر السيء لدى الناس عند سماعهم لمثل هذه الأحداث. فنظام علانية الجلسات في الإسلام أمر معمول به وموجود منذ الزمان الأول في الإسلام، وسبقت به الشريعة الإسلامية كل النظم القانونية القضائية في الزمان المتأخر.